ونكسة 67%. وإننا كما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر خلال الفترة من 1967 وحتى 1973 استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، فلم تضعف التحديات الصعبة عزيمتنا، واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود وتوجيه ضربات قاسمة لتنظيماته وعناصره، كما استطعنا تثبيت أركان دولتنا وإعادة الثقة. طبعا لأن السيسي وقت حرب أكتوبر كان لسه بيلعب في ضوافره، ما كانش يعرف حاجة يعني عن الحرب، وشافها في أم فيديو أو محمود ياسين، فهو عايز يدور نفسه على مكان في حرب أكتوبر، فشبه السنوات تقريبا، لمح على أن السنوات من 2011 لقبل 30 يونيو دي زي 67، لكن 30 يونيو زي 73. ده بقى ايه الفيرجن الجديد من البطولات الزائفه.